السلام عليكم، إن شاء الله جميع بخير وعافية. هاي الغذائية كوجبة أولى 45 سلة، وإن شاء الله مستمرين قاعدين الشباب يسوون باقي السلات. اليوم نقدر نسوي تقريبا 100 سلة غذائية، كل هاي من تبرعات أهل الخير. إن شاء الله راح نوزعها ونخلي عندنا نقاط بيها موجودين أخوان بالمناطق، نقدر نسلمهم غذائية ونخليها دفعات مع الطوارئ موجودة يمهم، حتى من يكون أحد قريب عليهم محتاج يوزعوا له، خاصة بهذا الظرف اللي ما حد ما يقدر يطلع بيه حاليا، والحظر تجوال، وممكن حاليا تمدد للسبت، وممكن يتمدد 1/4. فهاي راح تكون دفعة الطوارئ، وإن شاء الله نسوي لنا وجبة أخرى، وجبتين نوزعها للناس.